التخليد ديال الذكرى ديال مشاركه المغاربه في الحرب العالميه الثانيه اللي ماتوا هنا دفاعا عن هذه الارض ويعني في مواجهه النازيين. اذا كنخلدوا هذه الذكرى باش نقولوا يعني نحافظوا على الذاكره ديال هذه المغاربه اللي طاحوا هنا في ميدان ديال القتال، ولكن ايضا الاجيال الصاعده باش نقولوا لهم ان المغاربه جاوا لهذه البلاد مدافعين عنها وانهم ساهموا في البناء ديالها وساهموا في تحريرها والمحافظه على استقلالها والمحافظه على المبادئ ديال الانسانيه. اذا اليوم ايضا الناس ربما اللي كيشوفوا المهاجرين من اليمين المتطرف والى اخره، نقول لهم لازم ما تغيروا الموقف ديالكم والخطاب ديالكم تجاه يعني المهاجرين والمغاربه بصفه خاصه، لانهم شركاء في هذه الارض في بنائها وفي استقلالها وفي حريتها.